عن هنا والأصدقاء أصدقاء. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم بالبرنامج بتاعي انا الاصدقاء قرايب. انا ايه؟ لا انا والاصدقاء، انا الاصدقاء، انا الاصدقاء قرايب. انت تايهه انا والاصدقاء اهو. ايوه انت كل مره تقعدي تقولي انا والاصدقاء اهو. طب كملي كملي، مش هقطعك، مش هخلي الحلقه دي تعدي على خير. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا 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 جدا، واهلا بيكم في برنامج جديد، قصدي حلقه جديده من برنامج هنا والأصدقاء. تحب تقول حاجة؟ إيه؟ تحب تقول حاجة؟ أحب أقول حاجة؟ تفضل. لا ما أنت مش هنا لا خلاص، وبرنامج جديد وتكلمي لا خلاص خلاص ست تتكلمي؟ أزعلنيش منك، ما احنا نبوظ الحلقة بقى. ما أزعلنيش منك، اتكلم فضلك. ما أنا حضرتك أنت بدأت الحلقة ولا قلت ازيك يا عم بركات ولا كأن في القعدة أصلاً، وتشاوري على الكنبة اللي ورانا أنا والأصدقاء، وتشاوري على الكنبة وكأني مش كنبة دي البتاع دي يعني الجميلة دي. ماشي، ازيك يا هنا؟ كويس طبعا. هنا أولا بس مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. لو شفتوا بنت مصر، بنت مصر وابن مصر في الاختراعات اللي عملوها المرة اللي فاتت، الله أكبر. قولي الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، بفضل الله، بفضل الله لن نتنازل ولن نتهاون. انت بتضحكي ليه؟ انا بقول كلام مهم. في ايه؟ ايه؟ يا بنت عاملين حلقه جامده الحلقه اللي فاتت، خلينا نقول كلام كبير. وخلي بالك يا محمد، احنا التجارب بتاعتنا دارسينها كلها. طب ينفع اقول لك حاجه؟ انا حلمت بمحمد امبارح والله، حلمت بمحمدات كلها فكفايه. طيب احنا عايزين نقول يا محمد احنا مش هنجيب سيرتك تاني. وبنشكر الاعلام المحترم استاذ اسلام اللي تعبان معانا، اللي رايح جاي ويانا، الف شكر يا طيب يا امير. انت روح ربنا يكرمك يا شيخ، انت ربنا يرزقك. انت احنا هنجيبه معانا في حلقه ان شاء الله، صح؟ ارجع في كلامك، ارجع في كلامك عادي، ارجع في كلامك. وانت يعني لازم كل اللي نقوله يبقى صدق، ارجع في كلامك. افكر تاني. طيب شفت؟ عشان بره لما قلت لك اوكي كان لازم برضو تاخد رأيي، كان لازم تاخد رأيي. أنا الخير والبركة، أنا المهندس في نفسي ومحدش حاز أنا. الله أكبر علي. طيب إحنا هنعمل إيه؟ هنعمل تجربة وسحر. هنعمل تجربة وسحر طبعا. الناس اللي قلبها ضعيف السحر مش هتعرف تحل خالص. ماشي، بس التجربة بتاعت المرة اللي فاتت اللي هي زيت وفقاعات، الناس اللي قلبها ضعيف ما تتفرجش، وأنا بحذر من دلوقتي. ليه؟ عشان قلبهم هيبقى ضعيف، هيخافوا من الاختراعات. خلي حد يقعد جنبك قلبه جامد كده، قلبه كده ماسك في بعضه كده، قلبه ماسك في بعضه كده يعني، بس بدل ما يكون القلب كده خليه يمسك في بعضه كده جامد. يا سلام. طب ومحمد برضه؟ ماشي اوكي. يا محمد لو قلبك مش جامد ما تتفرجش يا حبيبي، عشان انا عارف انت عليك دروس، ربنا يوفقك. لو قلبه جامد يتفرج، لو قلبه مش جامد خلي حد قلبه جامد يقعد معاه. طيب خلي بقى قلبك جامد، عشان احنا كمان هيبقى معانا ضيفه مهمه جدا جدا جدا، والحمد لله جايه لنا بقصه فيلم اكشن. يعني اصلا الطريقه اللي هي جايه بيها هو فيلم اكشن، لحد لما وصلت للقراءه فيلم كده. الله اكبر يا محمد، ما تحسدناش طبعا على اللي حصل واللي حصل وهم جايين واللي حصل عند البوابه. يعني الله اكبر علينا احنا. استني بقى، وانا بقول كلام مهم. طب هقول لك حاجه، هو محمد بيعمل كل حاجه؟ محمد ده سوبر هيرو. روح يا شيخ، ربنا يديك الصحة. انت امير، ده انت متوضي، الله يكرمك يا رب. طب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل التجارب، السحر والتجربة. يعني احنا هنعمل والنبي سحر والتجربة. طيب ايه رأيك ندخل مكالمات النهاردة؟
ماشي. دخلوا لنا مكالمات النهارده عشان انا جاي مودي حلو قوي 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 وما فطرتش ولا اتغديت، ارجو من الساده المشاهدين. ايه ده بجد؟ ايه ده ما اكلت؟ اكلت ولا ما اكلتش؟ ما اعرفش. انت اكلت؟ انا اكلت؟ اه. يبقى انا اكلت بس اعتبروني برضو ما اكلتش. واي اي حد متواضع او اي رجل اعمال بيفكر يعمل لنا غدوه انا جاهز وانا اقبل الغذاء طبعا، بس لازم يبقى دسم. طب ما يكلمونا ازاي مثلا؟ اما يتواصلوا بقى هيعملوا حركه سحريه ولا ايه رايك؟ ماشي. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ لو خدت بالكو انا قلت لها احنا هنعمل ايه دلوقتي ثلاث مرات، عارف ليه يا محمد؟ عشان انا النهارده مش مركز لان انا مش في المود. هتقول لي ليه يا فنان يا نجم مصر يا بركه مصر يا بركات كويله يا قمر؟ عشان ما نمتش. برافو عليك. احنا عايزين نقول للناس انك لازم تنام كويس، لانك لو ما نمتش كويس هتبدا تخش في مرحله التهييس اللي احنا فيها دي، صح ولا ايه؟ لا انت اللي طيب تعالوا نطلع فاصل عشان نبدا نحضر للتجارب، التجارب السحرية. مش مفروض انا اللي اقول كده. اتفضل، انا اسف البرنامج مش بتاعي يا جماعه. هنطلع فاصل ونرجع تاني ونعمل احلى تجربتين، احلى قصدي سحر تجربه في العالم كله. في العالم كله؟ في العالم كله، في كوكب الارض كله. اطلع فاصل يا محمد. هنا والاصدقاء سي تي با با، قولوا اديني مصروفي. سي تي با با، خلصت كل فلوسي. في ظل المنافسة الشديدة اللي بنشوفها في سوق الملابس، ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصا للأطفال الموديل، دلوقتي تقدر تعمل إعلان منتجاتك بشكل مختلف من خلال مودلز أطفال مدربين على أعلى مستوى، ودي خدمة بتقدمها لك أكاديمية بركات كويلة لتدريب الأطفال لأقوى عروض أزياء تحت إدارة المخرج بركات كويلة. اتصل بنا على الأرقام التالية لاختيار الأطفال المناسبة لمصنعك أو لشركتك. أكاديمية بركات كويلة لرعاية الأطفال والفنون تقدم. عايزة إيه النهاردة؟ ما راح من غير تكليف. لا لسه في كوسيه. وقفيني بقى. وقفيني. أهلاً أهلاً بالعيد. أكشن. مهما كان الصبر. ايديكم على بعض يا جماعه. برافو يا بسمله، برافو. ده انتوا اخوات صح؟ كده معروف شويه على انا بحييك لان انت اخترت الاصعب، فكره ان انت تتعامل مع الاطفال دي. طب الساعة 8 الصبح ده تهديد بقى. مش راجل تسألها في الدين يعني؟ لا، والطريقة مبسطة وأغاني جميلة، وكمان أنا شايفة إن أنت بتخليهم يعملوا تعبيرات بوشهم وبإيديهم ويتحركوا ويعملوا حركات جميلة مع الأغنية. كل ثانية كل ثانية كل ثانية. هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء. ورجعنا بسرعة بسرعة جدا. ايه ورجعنا بسرعة بسرعة جدا؟ رجعنا من الفصل بسرعة جدا. ايوه كده العلعي، احنا صارفين.
ده احنا بنصرف بالدولار. قولي يا بنتي كده وحسينا اللي احنا عاملين مجهود. دولار؟ هو احنا في امريكا؟ في امريكا؟ لا ما انت مش هتقعدي تحرجيني في كل كلمه عشان انا ما نمتش. لا الدولار ده، الدولار ده في امريكا مش في مصر. لا مش في، مش في مصر. انت بتقول دولار. انا ما قلتش دولار، انا قلت دولار. انت هقوله الراجل بيتاجر في العمله؟ ما لا ما ينفعش. طيب خليه لكم كده اسمعوا الدولار. لا لا انا ما قلتش دولار. ماشي هنعمل، هنعمل ايه بقى يا ترى؟ عايز تجربه ولا سحر الاغاني؟ انا زي ما انت عايزه. انت عايزه ايه؟ لا انا عايزه اسالك يا عم بركات. الله على الطيبه يا ربي، ايه الطيبه دي؟ طب ينفع نعمل اختراع يا بنت مصر الاول؟ يا بنت مصر الله اكبر، عايزين اختراع يكسر الاختراع اللي فات. ماشي يلا اتفضل. هنحتاج يا رب ازازه فرحان فاضيه. فرحان. ازازه فاضيه ماشي دي. ايوه ازازه فاضيه. ايوه سيبيني انا اقول المقادير و... طيب هتجيب ازازه فاضيه كده اهو، تبقى فاضيه ما فيهاش حاجه. مي. انك هتجيب ازازه فيها ميه وتقول عليها فاضيه، يبقى انت كده يا محمد بتهزر والتجربه مش هتنفع. ايوه ده اسمهم ايه؟ بلالين. ماشي اي لون بالونه بقى؟ اي لون بالونه. خلي بالك يا محمد عشان حاسس ان انا داخل على تجربه علميه هتغير الواقع. هاخد دي. طيب عشان هي الوحيده الايه؟ محمد هتاخد دي يا حبيب قلبي، البالونه دي خلي بالك لان البالونه دي هي اساس التجربه في التجربه العلميه صح؟ نعم. اتفضلي. نعم. دي اسمها ايه؟ ملعقه. ماشي هنجيب معلقه بلاستيك. أيه. انا حاسس ان انت بتاخديني على قد عقلي. ماشي ماشي، ما لو اسمها غلط قولي. ما هي صح. بس صح. ودخل. وطبعا هاتي معلش يا محمد الخل ده بقى انت هتجيبه في كل حلقه كده، يعني انت فاضي جيب معاك خل وانت طالع على الحلقه. مش كل حلقه. ما انت الحلقه اللي فاتت جبت خل يعني. مش طب ما تنساش معاهم المكرونات. ايه؟ ما تنساش معاهم المكرونات. هاتي لازم انا اقول كل حاجه. مقام المكرونات. ما ايه؟ اللي انت قلتيها دي اسمه كربونات وصوديوم. هات اللي قالت عليه يا محمد. اتفضلي. اول حاجه هنجيب الازازه. الازازه طبعا هنفضيها. ما هي فاضيه. ايوه سوري اسف. ماشي نفتحها كده. الاحراج ده لازم تقولي ما فاضيه قولي او خلاص حركتين الدم. ماشي بعدين هنجيب خل، وكل ما نحط الخل اكتر ايوه هتصرف فلوس. هتعمل تجربه احسن. ماشي نحط شويه خل. الله شايفين التجارب؟ الله اكبر. حسدتك ولا ايه؟ لا لا بس ايه الخل ده هتحاسب عليه الكاب. ها انا مش بعدين كفايه خل بقى لا تبذره في الانتاج. خلي بالك خلي بالك، شوف هي حطت الخل في ال في ال كوزازه. نجيب بالونه. نجيب البالونه. نجيب نحط شوية كرنوطة جوه البالونة. بصي أودي لك الترابيزة كده عشان تبقى قريبة ليكي. أنا هعمل بقى حركة عشان أعرف أدخل دي. أيوة اتفضل. أدخل الكرنوطة أجيبها. أيوة. من هنا عشان لا قولي للكاميرا. هو أنت بتقولي لي ليه؟ هو أنا التلميذ؟ أنا مش ليه محسساني إن أنا هفتح مصنع اختراعات بكرة؟ أنا مالي قولي لي ليه؟ عشان دي صغننة. أيوة. فإحنا هناخد الكرنوطة بدي. ناخد الكربونات بدي يعني. الله يعني لا لا سيبيني اعلق لما اخذه يعني. بص يا محمد شوف الاختراع كده. ده بقى اهم من الاختراع نفسه، ان هي شغلت دماغها ازاي تملى البالونه رغم ان الملعقه كبيره. خلي بالك ملعقه. حط شويه كربونات كده. طيب حط ملعقه. هاتي هاتي كده هنا اهو. ايوه 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 الله اكبر الله اكبر. احنا مش هنقضي بقى الحلقه كلها في خلاص كده. اتفضل خلاص. ايوه يا نهار بتعجبني فيك ثقتك في نفسك. الله اكبر كل ده هتحاسب عليه. كل اللي بقى قصدي كل اللي فداكي. ماشي فداكي. هتعرف تحط لي البالونه تخليها كده؟ هات هات انا هعملك. انت عايزه تدخلي بقى البالونه هنا؟ لا مش هدخلها. أيوة. عايزه دي تكون كده. عكس معكوس. الله اكبر عليا انا نبيه قوي قوي النهارده يا محمد. اللهم صل على النبي. انا في النبهه مش هتفرقعش. يا رب ما تفرقعش بقى. عيب عليك انا نبيه بقول لك. شايف يا محمد الله اكبر مش هتعرف تعملها بالسهوله دي. عايزه دماغ حلوه مش دماغ سنجاب. اعمل انا بقى كده؟ انا اللي اعمل كده؟ لا خلاص اعمل. بس لو في حاجه الحق. هنمسك البالونه دي نحطها فوق. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الله اكبر. نفخ.
الله أكبر. نفخت. دول أولاد مصر، رسالة للناس، شايفين بيشغلوا دماغهم ازاي ينفخوا الحاجة من غير ما يتعبوا ولا يرهقوا من غير ما تعب نفسي، عشان البالونات دي بصراحة صعبة. وطبعا لو كنا كترنا الصوديوم كان طبعا الخل. بس انت قلت لي بقى بركات نجم العالم. ايوه عايزين الخل يقضي ثلاث اربع حلقات تاني. ثلاث اربع حلقات ايه؟ الازازه ببلاش. ماشي حطها. هاتي كده اتبهب الاختراع بتاعك. اهو اهو يا باشا اهو اهو. وخلي بالك لسه ما عملتش، ده هتنفجر دلوقتي. بس احنا ايه مش عشان البكد. لا قولي هتنفجر. ماشي هتنفجر شويه. هتنفجر هي هتكبر لوحدها، مالكوش دعوه. خليها احنا بقى دي هنا عشان كده وكده. ماشي اوكي. هنخش بقى في السحر. أيوة. حاول. شايفين سيبوها هي تكبر لوحدها في الحته دي كده مع نفسها. شايفين الورقه دي؟ حد شايفها؟ انا وانا احول شايف عليها سهم. سهمين. أيوة. سهم باصص الناحيه دي وسهم باصص الناحيه دي. ماشي هنجيب ايه؟ دي سحره. تعرف تعكس لي؟ اعكس لك ايه يعني؟ السهم ده، السهم ده تخليه الناحيه دي، والسهم ده تخليه الناحيه دي. هات اوضح للساده. دول سهمين، واحد لمين واحد شمال، صح كده؟ كده احنا صح. اه واحد يمين. طبعا هم مش باينين عشان الاضاءه، لان هي عاملاهم بخط رفيع جدا. ما انا كنت ماسك الورقه غلط ولا ايه؟ عشان عايز اشربها لما ماشي. وهي ورقه وكل حاجه ورقه. ماشي ماشي يا رب. بس الورقه بقى احنا هنكون يعني الورقه كده نروح تانيينها كده. ايوه خلي بالكوا عشان ده سحر المفروض. انا لا اؤكد بس هذا سحر. نحط هنا كده. احط الورقه كده. ايوه قدامك. تعرف 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 تقلبي يعني دي تخليها كده، دي تخليها كده. شوف بقى يعني تعرف تخليهم يتعوجوا. طيب انا هوضح بس للناس، هوضح تاني للناس. بصوا يا جماعه، هي هو التحدي اللي هي بتقول عليه ان في الورقه في سهمين، في سهمين واحد كده واحد كده. صح؟ صح. اهو احنا هنجيب السهمين عشان اهو اهو شايفينه. هو مش اهو كده المفروض باينين كده، باينين صح؟ باينين. بس هم مش باينين قوي عشان الخدعه. شغل. اعمل ايه بقى؟ تعرف تخلي السهم اللي باصص كده يبقى باصص كده، وده يبقى باصص يعني الاثنين يتقلبوا. تعرف تعملهم لي؟ طبعا طبعا. هعرف اعملهم لي بقى. الله اكبر عليا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حاول تقرا. وبصوا عشان ما حدش يقول لي انت كاتبه في الناحيه الثانيه اهي. الناحيه فاضيه. طبعا الناحيه فاضيه اهي. انت قصدك دي تبقى في الورقه الناحيه الثانيه؟ لا هي السهمين دول دي تبقى راسها كده ودي بالزبط. يبقى راسها كده. بصوا يا جماعه، السهم اللي رايح كده ده اللي فوق، والسهم اللي تحت رايح كده، يعني اللي فوق كده. انا بسال سؤال، تعرف تقلبهم ولا لا؟ وانا بجاوب اجابه لا. سهله جدا. استنى استنى استنى، نسيت نسيت. طب والله العظيم هتكافئيني. الله اكبر، الحمد لله اللي انا عرفت. استني هقول لك. استني بقى وانا ايه. على فكره السهم مش الناحيه دي، انتوا الورقه فاضيه اهي. بس استني بس، انت حاطه كده الورقه ايه صح؟ الله اكبر عليا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. من غير ما تحركهم. امال مش عايزك تحركهم. بس صدقها هي السهم اهو. ماشي اهو، والورقه الناحيه الثانيه الورقه فاضيه اهي، والورقه فيها سهم. بس عشان مش هتشوفوه عشان النور. انا حاسس ان انا ذكائي بيقل في المرحله. بص انت المفروض ما تمسكش اصلا الورقه. اوريك بقى ازاي. أيوة. عايزين كوبايه بلاستيك. كوبايه بلاستيك معاهم. ماشي كوبايه بلاستيك. طب انا هعرف كل ده منين؟ كوبايه بلاستيك وميه كوبايه بلاستيك وميه. ايوه هيتقلبوا دلوقتي. هيتقلبوا حتى ميه. والله العظيم يا جماعه ما بهزر، لو طلع اللي في بالي وعكست الاسهم انا هكافئ نفسي النهارده من كتر السعاده، وهجيب لنفسي ايس كريم عشان انا فشلت، وهكافئ نفسي لان التجربه هي افشل تنجح. بس. ماشي بس انا بلاش قول. ماشي هنجيب كده. ماشي هنحط كوباية المية قدام. حاول تبص كده من كوباية المية. معكوسين. ايوه هعمل ايه؟ دي لما ابص من كوباية المية، المية بتعمل انعكاس. فالسهم انا هحطها للسادة المشاهدين وهم بقى يكرروا الفكرة دي عشان السهم اتقلب. طيب انا افهم منين؟ استنوا لازما عشان الاضاءة. استنوا. معرفش اشوفها ولا لا. احنا هنحطها جربوها في البيت وشوف هتتقلب ولا لا. والله يا بنتي انا بشكرك على اجتهادك الشخصي، وطبعا انت معاكي مايك. اتقلبت اتقلبت. الله اكبر. شايفها مقلوبه.
انا مش عايز اتكلم اللي انت معاكي مايك ورايحه جايه علينا كده وانا قاعد بس بعدين بعدين. طيب بصوا يا جماعه بقى معلش بقى هاتها لهم تاني عشان دي فعلا محتاجه تفكير. والنبي ادينا زوم والنبي معرفش اشوفه ولا لا. طب انت مش عارفه تكبري الخط يعني شويه؟ ما كنتش عارفه. هم كده بس تقريبا كده باينين. بصوا يا جماعه السهم ده واحد واللي وده اتنين سهمين. ده واحد اهو كويس اتجاه كده نهار ابيض في يعني عكس بعض. هم عكس بعض. انت بقى اتصرف وخليهم يبقوا عكس بعض في من غير ما تمسك الورقه. من غير ما تمسك الورقه اسحر اعمل سحر صح كده؟ سحر بقى دي سهله جدا. كوبايه ميه هتعمل هتحطها هتحطها بعديها لما تبص من كوبايه الميه او من اي حاجه فيها ميه لما تبص منها هتلاقيها اتعكسوا. طيب. عشان الميه بتعمل انعكاس. انا عايز اسالك سؤال. طبعا احنا الحلقه اللي فاتت انا مبسوط والله ان الناس اتفاعلت مع التجارب رغم اللي انا شايفها من وجهه نظري البسيطه هي بسيطه يعني حاجات بسيطه جدا بس اللي اكتشفته ان في ناس يعني ايه يعني انا اصلا مش طفل احسن تقول لي انا طفل يا محمد انا مش طفل بس انا مبسوط ان في اطفال عارفين الحاجات دي كده كده وكده كده بيتفاعلوا عليها وكده كده ممكن بيجربوها والكلام ده. دي بقى حاجه نعملها بدل ما نقعد نمسك التليفون. صح حاجه عشان بقى قلبي اتزحق كده كورونا بقى. طيب احنا ايه اللي جاي بعد كده؟ اللي جاي بقى استنى كده وافتكر. لا صحيح افتكرت. جومانا تيجي. جومانا. طيب يلا نطلع فصل ونجيب جومانا. مستنى كده افكر. ماشي يلا فصل يا محمد. هنا والأصدقاء قول له ادي مصروفي سي دي با با خلصت كل فلوس. في ظل المنافسة الشديدة اللي بنشوفها في سوق الملابس ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصاً للأطفال الموديل دلوقتي تقدر تعمل إعلان منتجاتك بشكل مختلف من خلال مودلز أطفال مدربين على أعلى مستوى ودي خدمة بتقدمها لك أكاديمية بركات كويلة لتدريب الأطفال لأقوى عروض أزياء تحت إدارة المخرج بركات كويلة. اتصل بنا على الأرقام التالية لاختيار الأطفال المناسبة لمصنعك أو لشركتك. أكاديمية بركات كويلة لرعاية الأطفال. عايزة إيه النهاردة؟ ما راح من غير تكليف. لا لسه في كوفية. وقفيني بقى. وقفيني بقى. إعلان إعلان بالعيد. أكشن. مهما كان الصبر. إيديكم على بعض يا جماعة. برافو يا بسملة برافو. كده معروف شوية على أنا بحييك لأن أنت اخترت الأصعب فكرة إن أنت تتعامل مع الأطفال دي. طب الساعة 8 الصبح ده تهديد بقى. ده مش راجل اسألها في الدين يعني. لا والطريقة مبسطة وأغاني جميلة وكمان أنا شايفة إن أنت بتخليهم يعملوا تعبيرات بوشهم وبإيديهم ويتحركوا ويعملوا حركات جميلة مع الأغنية.